المنتخب الوطني التونسي موجود في جوهانسبورغ بطبيعة يحضر للقاء الجولة الرابعة والأخيرة ضد منتخب ناميبيا، وبطبيعة الجولة الرابعة تدخل في إطار تصفية المونديال اللي هو يحتل صدارة المجموعة متاحة بتسع نقاط مع انتصار ملاوي على ساو تومي بثلاث أهداف مقابل هدف، تخلي ملاوي ست نقاط، غينيا الاستوائية ستة، ناميبيا أربعة، ليبيريا نقطة، وساو تومي بصفر من النقاط. في نتائج اليوم، كينيا تعادلت مع بوراندي 1-1، زيمبابوي انهزموا تمام اللوزوتو بهدفين لصفر. ونحب نعطيكم فكرة على مجموعة اللوزوتو اللي هي تحتل صدارة المجموعة، وراها رواندا وراها البنين، وشكون وراها في المجموعة؟ جنوب افريقيا ونيجيريا، وين ومياميتهم بطبيعة زوز منتخبات هذوما اللي بداية صعبة في التصفيات. البارحة أيضا تصفيات وجولة صعبة بالنسبة للجزائر اللي كانت انهزمت أمام غينيا بهدفين مقابل هدف، ما زالت الأولانية لكن بشركاء مع غينيا بستة نقاط. البارح ليبيا أيضا فازت على جزر موريس بهدفين مقابل هدف، هي موجودة قبل الكامرون في المجموعة متاعها. والسنغال تعادلت مع الكونغو الديمقراطية هدف لهدف مقابلة سجلنا فيها غياب ساديو ماني للإصابة، ونتصور أنه حتى في الماتش الجاي حتى كان ارتاح لباس مش يكون موجود في ماتش موريتانيا. الانتقادات الكبيرة اللي كان عملها لطريقة لعب الفريق وخاصة للمدرب أليو سيسي.